لا نستطيع أن نفي بحق هذه الليلة وبحق أبي الفضل عباس سلام الله عليه، لكن هذا اللي نقدر عليه. عباس في يوم العاشر عندما جاء شمر بن الجوشن جايب أمان لمن؟ للعباس سلام الله عليه. ليش؟ حتى يبعد العباس عن الإمام الحسين، ما يعرف شنو العلاقة الموجودة بين العباسي وأخيه أبي الفضل والإمام الحسين سلام الله عليه. فأخذ ينادي ما بين الصفوف، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ شوف العباس سلام الله عليه ما جاوب، نادى ثانية لم يجبه، وإذا بأبي عبد الله الإمام الحسين سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء، قال أخي أجبه وإن كان فاسقا فإنه بعض الإخوة منكم. وإذا بالعباس قال له ماذا؟ قال يا عباس لك الأمان من الأمير ولإخوتك. قال والحسين؟ قال لا أمان له. قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا؟ يعني أنت جاي تريد تأمني أنا، يعني تفصلني عن الحسين، تريد تبعدني عن الحسين، أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ هذه موقف العباس سلام الله عليه. هذا معناه شنو؟ نافذ البصيرة صلب الإيمان. عمر بن سعد هذا اللي ما يفكر بغير الدنيا، لما نزعوا بين الله بن زياد 4000 راكب كانوا، دز ويا شبث بن ربعي، قال له يا شبث دير بالك ترى هذا أقل كلمة منا ومنا احتمال يتغير، هذا بعده مو من جماعتنا. لذلك عمر بن سعد في الواقع حاول أن يبين الولاء بشكل أساسي، أحرقوا بيوت الظالمين، يا حرمل احزم نزاع القوم، اضرب الطفل بالسهام، ارشقوا القربة بالنبال، شنو يسوي؟ يبين لهؤلاء الذين حوله أنه قريب لجهاز الحكومة في تلك الفترة سوى. وهذول هتشي أفراد عادة أخطر من الموالي، واحد وقت اللي يكون موالي لهذه الحكومة غير هذا اللي جاي بي ومقنعي بالقوة تعال اشتغل وياه، هذا راح يسوي جرائم أكثر مما يسوي هذا. فلذلك لاحظ العباس سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء رفض هذا الأمان وجاء إلى الخيام ورأى هؤلاء الأطفال يتلوعون من العطش، أطفال صغار، الإمام الحسين سلام الله عليه هذول تعرف بعضهم أيتام، يعز على قلب العباس ذلك. هذا أمر هواية صعب على العباس سلام الله عليه. لما رأى هؤلاء الأيتام وهم ينادون العطش العطش جاء إلى أبي عبد الله، قال أبا عبد الله إذن لي أن أقاتل هؤلاء القوم فقد ضاق صدري، ما أقدر بعد أتحمل. بعد ذلك قال أخي أنت صاحب لواء فإذا مضيت تشتت عسكري. فأصر عليه العباس سلام الله عليه، قال إن كان ولا بد فأتي بشيء من الماء لهؤلاء الأطفال. بالفعل العباس سلام الله عليه ذهب حمل القربة، الأولاد لما شافوا العباس حمل القربة لاحظ كيف اطمأنوا لأن الماء سوف يصل إليهم، لأن كل مرة كان الماء يصل إليهم السقاء هو العباس، فحطوا آمال على هذه القربة بأن يرجع العباس وقد ملأ القربة بالماء فيشربون منها ويروون عطشه. العباس سلام الله عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء ذهب إلى أن دخل إلى المشرع بعد أن كشف من حول هذه المشرع 4000 راميسة، كشفهم من على المشرع، دخل إلى الماء كان عذبا باردا فأحس ببرودة الماء. أنت تدري كان أكثر واحد عطشا في كربلاء العباس، لأن هو اللي كان يوصل الماء، هو اللي كانت مسؤوليته أن يسقي الأطفال والنساء وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
كما يقول الإمام الصادق: كان قلبي قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة الظما، لكنما أحس ببرودة الماء مد يديه اغترف غرفة أدناها من فمه، وإذا به يتذكر عطش الحسين. تقول الرواية: فرم الماء على الماء وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني، ولا يا فعال صادق اليقين. أنشراب أنشراب وخويا حسيا عطشان، أو سكنا يقصد ناحية الخيام، فاتخذ طريق النخيل حتى يصل إلى الخيام، وإذا بعمر بن ساعد التفت إلى كلاوزته وقال: عليكم أحيطوا به من كل جانب. لم يعبأ العباس بكثرتهم، أخذ يسير في طريقه وهو يحمل سيفه بيده اليمنى ويقاتل به. بينما هو يقاتل وإذا بعدو كمن له زيف ورقاء، كمن له من وراء نخل، وإذا بعدو كمن له من وراء نخل، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجد النبي طاهر الأمين. لم يعبأ العباس هم أن يوصل الماء إلى المخيم، لكن كمن له آخر النفيل من وراء نخلة، وضرب العباس على يساره فقطعها. يا أخذ يرتجز ويقول: يا نفس لا تخشي من الكفار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا استمر العباس. لم يعبأ بيديه المقطوعتين، بينما هو يسير وإذا بعمر بن سعد التفت إلى الجيش، قال: ويلكم ارموا القربة، فإن شرب الحسين منها قطرة أفناكم عن آخركم. فجاءت عليه السهام من كل حدب وصاب، حتى صار جسمه كالقنفذ من كثرة السهام، وأصاب سهم عينه اليمنى. أيوا السيدة، أيوا عباس، وسهم أصاب القربة فأريق ماؤها. بقي العباس هنا، العباس وقف على، بقي العباس محيار. أخذ يهز رأسه من شدة السهم، أخذ يهز رأسه وإذا بالمغفر سقط.
شافوا رأس العباس انكشف، جاء لعين بعمود من الحديد وقال عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة؟ قال أين كنت عندما كانت يميني وشمالي؟ آه يا أخوة يا أموالي، والله يعزو عليكم ذلك. خلف النساء